بي اس ديالي كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى تكونوا لاباس على خير. اليوم جيت واحد لا فيديو جديد هو بغيت نقدم لكم دانون منزلي بلا طنجره بلا كوكوت بلا فران بلا حتى شي حاجه. تبعوا معايا. اول حاجه غندير هنا يطرو ديال الحليب. يطرو ديال الحليب كنديروا معاه سكر سنيده حسب الذوق. انا كندير جوج معالق كبار. كل وحده حسب الذوق ديالها. جوج شاسي ديال الفاني، كيس ديال الفاني، غادي نجيبو خلاط نخلطو مزيان داك السكر داك السنيده داك الكيس ديال الفاني جوج كيسان ديال الكيس ديال جوج شاسي ديال الفاني مزيان ونديروه على نار مهيله حتى يفيض. هانتوما البنات الحليب ديالنا نخليو حتى يفيض قريب يفيض قريب يطلع كنخليه حتى كيبغي يفيض. صافي وصل درجة هانتوما البنات الا كنتو مزروبين بيه هو ملي كيوصل درجة الغليان كيفيض صافي كيولي سخون. باش نخلطو المكونات اللي باقا خاصنا الحليب يكون دافي يعني نديرو فيه صبعنا وما يحرقناش. شنو غندير انا الا كنت مزروبه به غادي ندير واحد البانيو ديال الماء وندير فوسط منه داك الحليب يدفى. بالنسبه لو كنتوش مزروبين به توجدوا على خاطركم كتخليوه يبرد على خاطرو على تساع غادي يدفى شويه نخليه بما يدفى. انا البنات من بعد ما دفى ليا الحليب غادي ندير غادي نشد شويه ديال الحليب باش نخلط تقريبا واحد نص كاس باش نخلط فيه هذا الحليب المجفف وياغورت طبيعي. ضروري البنات ديروا هذه الطريقه هذه باش ما يتحببش لكم الحليب ما يخرجش لكم دانون في ديك الحبيبات. غير تاخذوا شويه نص من الكميه وتخلطوا معها هذا الحليب نيدو القوام ديالو ثقيل شويه داك ياغورت طبيعي والحليب مجفف عاد غادي نديروه هنا نخلطو مزيان. البنات هذه هي الوصفه السحريه لنجاح الدانون المنزلي. خاص الحليب يكون دافي يعني تقدر تكاسيه بيديك ما يحرقكش وان الياغورت والحليب مجفف كيتخلطوا بوحديتهم باش ما كيديروش الحبيبات هنايا باش كيجي احسن من ديال الزنقه صراحه. نخلطو مزيان. انتما البنات انا درت هاد الدواز هذا غير باش ما يتحرقش ليا الحليب وصافي. بسم الله نبدا نخوف الكؤوس ديالنا. مباشرة البنات بعد ما كتكبو داك الدانون في الكيسان غادي نغطيوه
ورق السيلوفان هذا البلاستيك هذا وهي لها الطريقة هذه باش يبقى دافي بس طريقة الكاس الثاني طريقة الكاس الثالث مازال غادي نعاود نزيد نغلفهم ثلاثة باش يبقاو دافيين بعد البنات كنشدو الكؤوس ديالنا كنديروهم في واحد البطانيه نشدو بطانيه قديمه كان الجو بارد كنزيدو نغطيوه مزيان كان الجو سخون البطانيه هذه كافيه وكنلويو عليهم بحال هكا بهذه الطريقه هذه كنخليوه مده 8 سوايع البنات كنخليوه مده ديال 8 سوايع ما يفوتش 8 سوايع ما يفوتش 10 سوايع يعني على الاقل الا زاد يزيد ساعه 9 سوايع 10 سوايع الا وصل 12 ساعه البنات كيولي فيه الحموضه كيولي حامض ما كيدوزش مده ديال المهم تقريبا هو اصلا كيدوز مده ديال 3 ايام لا اقل الا دوز كثر كيرجع فيه مده 3 ايام الا كان في 12 ساعه كيرجع حامض ولكن 8 سوايع كيجي هو هذا بقاو معايا حتى تشوفوا كيفاش جا هانتوما الغزالات شوفوا دانون ديالنا كيفاش جا جا على الطريقة هادي هانتوما جامدة البنات ها مكيتحركش بلا كوكوت بلا مايزينة اللي غادي تجمدو طريقة سهلة أنا بنتي غير شفتو بدات كتاكل منو كدوق هانتوما كيفاش كيجي المذاق هائل البنات وجربوه ربطو عليا كبار نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا على الاتباع ديالكم على شكرا وشاركوا في القناه وما تنساوش اللايك وشكرا بزاف وتسناو الجديد